ننتقل إلى الفصل الثاني، نظام المعلومات الإدارية. نبدأ مع السؤال الأول. هو مجموعة من العناصر والأجزاء المترابطة والمتناقص أو المتناسقة والمتفاعلة التي تعمل متعاونة ويكون هدفها بلوغ مجموعات من الأهداف المحددة، بنسميه اللي هو النظام. طب ليش أنا أستاذ أطلقنا على النظام؟ لأنه أنا عندي مجموعة عناصر وأجزاء وعندي متفاعلة مع بعض، فبنسميه النظام. من المعالم الأساسية لأي نظام كل ما سبق، أنه لازم يكون في النظام في أهداف وفي وظائف وفي مكونات. المكونات بنتكلم عن مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة وبيئة نظام، كل هذا بنسميه المعالم الأساسية لأي نظام. ننتقل إلى السؤال الثالث. هي الوظائف التي تتوفر في النظم جميعها، منها المدخلات والمخرجات والتغذية الراجعة والتكيف والملائمة والنمو والتحويل. يعتبر الوظائف العامة أهم الوظائف، إذ يتم بواسطتها تحويل المدخلات إلى مخرجات. لاحظ هنا أنا إيش اللي جبته؟ كلمة الوظائف. يعني لاحظ السؤال إيش بيقول لي؟ هي الوظائف. مدام بدأ هي الوظائف، يبقى أنا بتكلم عن الوظائف العامة في النظم جميعها، ما قال لي في نظام محدد، قال لي في جميع النظم. بتكلم عن إيش؟ عن اللي هو النظم جميعا. إذن الوظائف العامة وظائف تتوفر في النظم جميعها، والتحويل، ويعتبر التحويل أهم الوظائف اللي بتم فيها تحويل المدخلات. يعني البند الأول أنا قلت هي الوظائف العامة لأنه هو قال لي بتتوفر في النظم جميعها، لكن في البند الثاني حطيت التحويل لأنه بده تحويل المدخلات لمخرجات. طيب ننتقل للسؤال الرابع. من مكونات النظام ما عدا اللي هو عندي ليس مما سبق، اللي هو كتب ليها كل ما سبق. يعني بصراحة أنا مفترض يعني بدل ما نقول كل ما سبق نقول ليس مما سبق. ليش؟ لأنه البند الأول صح والثاني صح والثالث صح والرابع صح، فأنا وجهة نظري بدل ما نقول كل ما سبق نقول ليس مما سبق. من مدخلات النظام مدخلات مادية معنوية بشرية، وهو يعتبر كل ما سبق. يعني في المدخلات المادية إيش في أشياء مادية عندي في داخل المؤسسة بتدخلها في داخل النظام، الأشياء المادية. أما المعنوية بنتكلم عن قيم مجتمع واتجاهات ومستوى الحضارة. المدخلات البشرية واضح لما الأيدي العاملة والطاقم الإداري. طيب المدخلات تتمثل في قيم المجتمع والاتجاهات السائدة فيه ومستواه الحضاري، المدخلات المعنوية. لأنه قيم المجتمع واتجاهاته ما بقدر اعتبرها مادية، ولا بقدر اعتبرها بشرية، ولا بقدر اعتبرها اقتصادية. ننتقل إلى السؤال السابع. تتمثل في عوائد النظام ومخرجاته المرتبطة بأهدافه، ومن الفروض أن تتطابق مع أهداف النظام، ومن أنواعها مادية معنوية بشرية. نتكلم عن مخرجات النظام. طيب ننتقل للسؤال التام. من أهم وظائف النظام وتتضمن عملية توفير شروط يمكنها تحويل المدخلات إلى مخرجات. مدى في كلمة تحويل يجي نتكلم عن عملية التحويل. كيان متكامل يسعى إلى تحقيق أهداف محددة بكفاءة وفاعلية. نتكلم عن المنظمة مدام كيان متكامل. طيب نيجي للسؤال العاشر. عبارة عن نظام فرعي من النظام الأكبر، وهو البيئة الخارجية التي تتكون من عدة أنظمة فرعية مثل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فقلنا عنه المنظمة. يعني هنا طبقا لمفهوم النظم بنقول أنه المنظمة عبارة عن نظام فرعي من النظام الأكبر، فهي بتشمل اللي هي نقدر نقول عنها البيئة الخارجية اللي بتتكون من عدة أنظمة فرعية. يجب النظر في السؤال الحادي عشر. يجب النظر إلى كل نظام فرعي على أنه جزء من كل، أي التأكيد على النظرة الكلية والابتعاد عن النظرة الجزئية في علاقة أجزاء النظام بالنظام الكلي. هل لما بتكلم عن نظام يعني زي السيارة مثلا، بقدر أقول السيارة عجل، بقدر أقول السيارة مقود، بقدر أقول السيارة بنزين، بقدر أقول السيارة موتور؟ ما بقدر. أنا بنظر نظرة كلية للسيارة، أي جزء اللي هو من أجزائها بيتعطل بيعطل الكل. فأنا لازم أنظر نظرة شمولية، نظرة كاملة كلية، وابتعد عن النظرة الجزئية في أجزاء النظام.
ننتقل إلى السؤال 12. يقصد بالتكيف قدرة النظام على الاستجابة لمتغيرات البيئة الخارجية. يقصد بماذا؟ لاحظ أنا في السؤال 12. يقصد بالتكيف قدرة النظام على الاستجابة لمتغيرات البيئة الخارجية. أنا بتكلم عن التكيف، والتكيف هنا إنه أنا قدرت أستجيب للمتغيرات، يعني زي الحيوانات أعزكم الله اللي بتتكيف مع ظروف البيئة في الصيف في الشتاء وما شابه ذلك، اسمه تكيف. السؤال 13. تتصف حدود أي نظام ما عدا. لحظة، أنا بتفصل النظام عن بيئته الخارجية في تحديد الصورة الكلية للنظام وعزله عن الأنظمة الأخرى، إضافة لسهولة دراسته وتحليله. ليش؟ أنا قاعد بتكلم عن حدود أي نظام. طيب، هل هي حدود أي نظام هي وهمية، افتراضية، تنظيمية، مادية؟ لا، هي غير مادية. لاحظ إيش السؤال بيقول. تتصف حدود أي نظام ما عدا كلمة المادية، لأنه هي غير مادية. سؤال 14. يبقى الإجابة هنا اللي هو غير، اللي هو الإجابة مادية، الإجابة لأنها هي غير مادية. السؤال 14. يمكن تقسيم النظم إلى بسيطة ومعقدة من حيث درجة التعقيد والهيكل الأساس. لاحظ إيش كتب لي، درجة التعقيد. واضح؟ ما دام كتب لي فوق بسيطة ومعقدة، يبقى أنا بصنف على درجة التعقيد. أما في السؤال 15، بقول لي تقسيم النظم من حيث وظائف النظام. وظائف النظام عندي عامة وعندي تشغيلية. العامة بنتكلم عن تحليل المشكلة والوصول للبدائل، أما التشغيلية وسيلة لتنفيذ عمل معين. عشان هيك أنا حطيت إيش؟ يمكن تقسيم النظم من حيث وظائف النظام لعامة وتشغيلية. السؤال 16 إيش بقول؟ يمكن تقسيم النظم من حيث درجة التأكد إلى اجتماعية ومحددة. ليش؟ لأنه لا يمكن التنبؤ إلا باستخدام الاحتمالات، فبنقول عنها اجتماعية. طب ليش قلنا عنها محددة؟ لأنه تحديد ما ستكون عليه حالة النظام، إيش مخرجاته؟ لأن استجابة لمجموعة محددة من المدخلات. ننتقل للسؤال 17. يمكن تقسيم النظم من حيث النشأة إلى طبيعية وصناعية. نشأة النظام، في عندي نظام طبيعي زي النظام الشمسي، وعندي نظام صناعي زي نظام الشركات. ننتقل إلى السؤال 18. يمكن تقسيم النظم من حيث علاقتها بالبيئة إلى مفتوحة ومغلقة. لاحظ أنا استخدم مفتوحة ومغلقة، فهل بتكون المدخلات من هذه النظم من البيئة الخارجية محددة ومعروفة مسبقا، فأنا بنتكلم عن مفتوحة ومغلقة. يكون النظام إذا أمكن تحديد ما ستكون عليه حالة النظام ومخرجاته استجابة لمجموعة محددة. شايف كلمة مجموعة محددة؟ فاخترنا يكون النظام محدد. النظم الآلية من أفضل أنواع النظم المحددة. واضح؟ طيب، النظام الاجتماعي، نيجي نتكلم، ذلك النظام الذي يقوم على أساس تحليل السؤال 21. النظام الاجتماعي، ذلك النظام الذي لا يمكن التنبؤ بالحالات التي سيكون عليها إلا بالاستخدام الاحتمالات، اللي هو النظام الاجتماعي. السؤال 22 عبارة عن النظم التي تعمل على إنجاز عمل محدد، وبالتالي عبارة عن وسيلة لتنفيذ عمل معين. نتكلم عن النظام التشغيلي. النظام التشغيلي بيعمل عن إنجاز عمل محدد، وبالتالي لما بنيجي نتكلم عن تشغيل بنتكلم عن وسيلة لتنفيذ عمل محدد. أما السؤال 23، النظام العام يقوم على أساس تحليل المشكلة والمطروحة والوصول إلى البدائل المشكلة لحل المشكلة المطروحة ثم اختيار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة. يعني عندي أكثر من بديل، فاخترت أنا النظام العام. ننتقل إلى السؤال 24. يتوقف درجة تعقيد الهيكل الأساسي للنظام على ماذا؟ يتوقف على عدد النظم الفرعية، درجة تنوع وتعدد العلاقات والمعاملات بينهما. إذا الإجابة ألف وباء. لاحظ هنا نيجي نتكلم عن عدد النظم الفرعية التي تتضمنها،
ودرجة التنوع وتعدد العلاقات المعاملة بين. يبقى الإجابة ألف وباء معا. ننتقل إلى السؤال 25. تكون مدخلات النظم اللي هي المغلقة والمفتوحة من البيئة الخارجية محددة ومعروفة مسبقا، وذلك لوجود عملية سيطرة ورقابة على المدخلات، فبتكون مخرجاتها معروفة مثل الحاسب الذي وضع فيه نظام للحماية من الفيروسات، فنسميها هنا المغلقة والمفتوحة. ننتقل إلى السؤال 26. هو النظام المتكامل الذي يربط بين المستخدم والآلة من أجل توفير المعلومات لدعم مختلف العمليات الإدارية ووظائف اتخاذ القرارات في المنظمة. نتكلم عن نظم المعلومات الإدارية. إلى تعريف آخر، عبارة عن مجموعة من المكونات أو العناصر المرتبطة والمتفاعلة معا التي تتولى مهام جمع واسترجاع وتشغيل وتخزين وتوزيع المعلومات اللازمة لدعم عمليات اتخاذ القرارات والتنسيق والرقابة في المنظمة. لاحظ هنا احنا بنتكلم عن تعريف ماذا؟ نظم المعلومات الإدارية، يعني بيربط بين المستخدم والآلة من أجل أنه يوفر المعلومات لدعم مختلف العمليات الإدارية ووظائف اتخاذ القرار، وهنا بنتكلم عن استخدام الحاسوب. ننتقل إلى السؤال 27. يجب مراعاة الجوانب التالية التي تعبر عن نظام المعلومة الإدارية اللي هو عند كل ما سبق: وجود حاسبات آلية متقدمة، إنه نظام يصف العمليات والأنشطة الداخلية للمنظمات الإدارية. لاحظ هنا يتولى توفير المعلومات المرتبطة بالماضي والحاضر والمستقبل، ويساعد المتخذ القرار في عملية اتخاذ القرارات الإدارية في تحليل وتوصيف وتصنيف المشاكل التي تواجهه أثناء تحقيق الأهداف. أن يكون نظام متكامل يربط بين وظائف العملية الإدارية الأربع وظائف الإدارة. أنه نظام يتعامل مع البيانات والمعلومات التاريخية، أي أنه يصف الماضي وما يحدث في الحاضر للتنبؤ بالمستقبل. فالإجابة هنا كل ما سبق. ننتقل إلى السؤال 28. من التغيرات الرئيسية لنظام المعلومات الإدارية. لاحظ في السؤال التغيرات الرئيسية لنظم المعلومات الإدارية. هنا أنا قاعد بتكلم عن إيش؟ عندي أول بند فصل العمل عن الموقع، تكلم عن رفع مستوى أداء العمليات الإدارية من خلال تخفيض الفاقد الإداري من وقت وجهد المديرين، زيادة المرونة في المنظمات وإعادة تعريف حدود المنظمات. يعني لاحظ البند الأول أصبح العامل بيعمل مثلا عن بعد، يعني من سيارته من بيته بيعمل من أي مكان. السؤال الثاني أنه قعدنا نستثمر، البند الثاني أنه قعدنا نستثمر التكنولوجيا في التنظيم. البند الثالث مساعدة إدارة المنظمة في مراجعة الخطط وإعادة التنظيم في انسيابية العمل، يعني أنا بدل العمل اليدوية. نظم المعلومات المنظمة أكثر تسطيحا وأكثر تعقيدا وتخفيض حالة عدم التأكد، لأنه هنا قلصت حجمها وقلل حجم العاملين. واضح؟ فهنا عشان قلنا كل ما سبق. البند 29. من التغيرات الرئيسية لنظم المعلومات في المنظمة تزويد المديرين بالمعلومات اللازمة للقيام بالمهام الإدارية. نتكلم عن رقابة تشغيلية ورقابة إدارية وتخطيط استراتيجي. السؤال 30. ما الوظائف والأنشطة الأساسية لنظم المعلومات؟ فبتكلم عن تجميع البيانات وتشغيل البيانات. ليش؟ لأن أنا بدي أتكلم إيش هي البيانات اللي ممكن تعتبر مدخلات، إيش لما أجي أتكلم عن تشغيل البيانات، المعالجة لتحويلها لمعلومات ذات معنى. لاحظ، فأنا مش قاعد أنا بتكلم إدارة البيانات مثلا حفظها وصيانتها وتجديدها حتى تكون وقت الحاجة موجودة. لما أجي بتكلم عن أمن البيانات بتكلم عن تغذية عكسية وبتكلم عن رقابة. لما بتكلم عن تجميع وتوصيل المعلومات، لاحظ أكثر من بند أنا قاعد بتكلم فيه، وبالتالي الإجابة كل ما سبق. ننتقل إلى البند 31. تبدأ وظيفة ماذا؟ في البند 31 تبدأ وظيفة اللي هو تجميع البيانات بتحديد ما هي البيانات التي ستعتبر المدخلات الأساسية للنظام، ثم تجميعها من مصادر مختلفة وإدخالها إلى النظام وإعادة التشغيل من خلال مجموعة محددة من الأنشطة. ليش أنا قلنا تجميع؟ لأنه هو كتب لفوق ثم تجميعها من مصادر مختلفة، وبتشمل التجميع والاسترجاع والنقل والتقرير. واضح؟ طيب نيجي للسؤال الثاني 32.
من الأنشطة التنفيذية لوظيفة تجميع البيانات بنتكلم كل ما سبق، بنتكلم عن الحصر والتسجيل، بنتكلم عن الترميز والتصنيف، بنتكلم عن التدقيق والتحويل. السؤال الثالث والثلاثون، تعني معالجة البيانات من خلال مجموعة معينة من العمليات الأساسية لتحويلها إلى معلومات ذات معنى مفيد لمتخذي القرارات، نتكلم عن تشغيل البيانات. يعني هنا بنتكلم عن التصنيف والترتيب والعمليات الحسابية والمنطقية والمقارنة والتلخيص والتقرير، يعني أنت بتتكلم هنا عن تشغيل البيانات. ننتقل إلى البند الرابع والثلاثون، تتمثل العمليات الأساسية لتشغيل البيانات في عمليات كل ما سبق، اللي هو التصنيف والترتيب، العمليات الحسابية والمنطقية، المقارنة والتلخيص والتقرير. السؤال الخامس والثلاثون، يقصد بالأنشطة الخاصة بتنظيم وإدارة عمليات تخزين واسترجاع وإعادة إنتاج وتحديث وصيانة البيانات، اللي هو إدارة البيانات. ليش؟ لأنه اخترنا كلمة إدارة، والإدارة بتتكلم عن تنظيم وإدارة تخزين واسترجاع وإعادة إنتاج وتحديث وصيانة. لاحظ أنا تكلمنا عن إدارة البيانات. السؤال السادس والثلاثون، يقصد بصيانة البيانات عمليات الإضافة، الحذف، تصحيح. يعني في عندي صيانة للبيانات، يبقى أنا بدي أضيف، بدي أحذف، بدي أصحح، بدي أغير. فهذه التغييرات اللي تجري على الملفات التي تحوي البيانات المخزنة. طيب ننتقل إلى السؤال السابع والثلاثون، تتكون وظيفة رقابة وأمن البيانات من ألف وباء، اللي هو التغذية العكسية والرقابة. لاحظ في السابع والثلاثون، تتكون وظيفة رقابة وأمن البيانات من والتغذية العكسية والرقابة. فنجي نتكلم عن الرقابة، نتكلم عن تقييم معلومات التغذية العكسية. أما في السؤال الثامن والثلاثون، بتشمل الرقابة على تقييم معلومات التغذية العكسية لتحديد ما إذا كان النظام يعمل وفقا لإجراءات التشغيل المحددة مقدما ويخرج المعلومات الجيدة بالخصائص المطلوبة. أنا بنتكلم عن بند الرقابة. لاحظ في السؤال التاسع والثلاثون، تهدف إلى نقل وتوصيل المعلومات المنتجة والمتجمعة في نظام المعلومات إلى الأشخاص المصرح لهم بالحصول على هذه المعلومات أو إلى أي نظام آخر من النظم الفرعية المكونة للتنظيم ككل، وتشمل التجميع والاسترجاع والنقل والتقرير. فإحنا بنيجي نتكلم عن تجميع المعلومات، من وين جبناها؟ لأن أنا قاعد بتكلم عن نقل توصيل معلومات منتجة ومتجمعة في نظام المعلومات. ننتقل إلى السؤال الأربعين، تشمل وظيفة تجميع المعلومات على أنشطة رئيسية اللي هي التجميع والاسترجاع والنقل والتقارير. ننتقل إلى السؤال الواحد والأربعون، من أنواع نظم المعلومات الإدارية، نتكلم عن اللي هو كل ما سبق، نظم المعلومات التي تخدم الهرم الإداري للمنظمة، نتكلم عن نظم تخدم كل مستوى، وأيضا نظم شمولية وعددها 6، ونظم معالجة التعاملات والمعاملات التجارية، ونظم معالجة التعاملات الرئيسية، ونظام الإسناد الإداري. كل هذه اسمها أنواع نظم المعلومات الإدارية. السؤال الثاني والأربعون، من النظم التي تخدم الهرم الإداري والمنظمة، اللي هي عندي ألف وباء، النظم اللي بتخدم كل مستوى من المستويات التنظيمية وكذلك النظام الشمول. يبقى أنا أخذت الجزئيات وأخذت الكليات. ننتقل إلى السؤال الثالث والأربعون، من النظم التي تخدم المستويات التنظيمية، لاحظ هنا البند الأول نظم المستوى الإداري، ونظم المستوى الاستراتيجي، ونظم المستوى المعرفي، ونظم المستوى العمليات. هم عندي 4 بنود، فهو كل ما سبق. ننتقل إلى السؤال الرابع والأربعون، يمثل القاعدة الأساسية لحركة المنظمة ويشمل على إدارة عملياتها، مستوى العمليات لأنه بتكلم عن إدارة عملياتها. أما يشمل المستوى المعرفي، لاحظ آخر كلمة، على العاملين في مجال البيانات والمعلومات وإيش؟ والمعرفة. فننتقل إلى السادس والأربعون، يشمل اللي هو المستوى الإداري على إدارات المنظمة الوسطى. وين بتلاقي إدارة المنظمة الوسطى؟ بتكلم عن مستوى إداري.
يشمل على الإدارات العليا اللي هو البند 47 أو إدارات العمل الاستراتيجي في المنظمة اللي هو المستوى الاستراتيجي. طيب هنجي بنتكلم عن المستوى الاستراتيجي لأنه بتكلم عن إدارة عليا، بتكلم عن إدارة عمل استراتيجي. 48 من النظم التي تتعامل مع المستويات التنظيمية. لاحظ كل ما سبق، ليش؟ لأنه هنا بنتكلم عن نظم معالجة المعلومات التجارية، ونظم المعالجة نظم المعلومات الإدارية، ونظم العمل المعرفي اللي تتعلق بالمحطات الهندسية ومعالجة البيانات. فإحنا بنقدر نقول إيش؟ كل ما سبق. ننتقل إلى السؤال 49. تختص في التعاملات اللي هي نظم معالجة المعاملات التجارية، تختص في التعاملات مع مجالات عدة في المنظمة مثل متابعة الطلبات ومعالجتها ومتابعة ما يتعلق بالأجور. هذا بنتكلم احنا اللي هو نظم معالجة المعاملات التجارية، كذلك السيطرة على الآلات والمعدات ومتابعة التعويضات. فهذه بتتكلم انت قاعد منتابع مثلا هنا انتاجية العمل اليومي، وكذلك السيطرة على الآلات والمعدات ومتابعة التعويضات. ننتقل إلى السؤال 50، تتعلق بوظائف المعالجة المحوسبة للكلمات والنشر المكتبي. بنتكلم عن نظم المكتب، ما دام كلمة نشر مكتبي فبنتكلم عن نظم المكتب، لأنه بيتكلم عن تصوير الوثائق التي تعتمد منها أعمال وإجراءات المنظمة، وكذلك التأمين والتقويمات الزمنية المطلوبة. ننتقل إلى السؤال 51، ترتبط بوظائف اللي هي نظم العمل المعرفي بوظائف بالمحطات الهندسية ومعالجة البيانات ومحطات الرسوم والمحطات الإدارية وتصوير الوثائق والمفكرات اليومية والإلكترونية والتي تخدم مستوى العمل المعرفي. فبنتكلم عن نظم العمل المعرفي. لاحظوا ايش بقول لي، تخدم مستوى العمل المعرفي. طيب السؤال 52، تتعلق بنظم بتحليل مبيعات الأقاليم. مدام في تحليلات مبيعات الأقاليم نتكلم عن نظم دعم القرار التي تقدم خدماته ومنتجاته له، وكذلك جدولة الإنتاج وتحليل التكاليف. ننتقل إلى السؤال 53. 53 إيش بقول؟ من أمثلة نظم المعلومات الإدارية التحليل الإقليمي للمبيعات وتحليل التكاليف والموازنة السنوية وإعادة توزيع التحليل التي تخدم لو نظم دعم القرار ونظم المعلومات الإدارية. فأنا بتكلم عن نظم المعلومات الإدارية، ما تكلمت لا نظم دعم القرار ولا تكلمت نظم العمل المعرفي ونظم المكتب. ليش؟ لأن أنا بتكلم عن تحليل إقليمي للمبيعات. مدام في تحليل إقليمي يبقى في نظم معلومات. تمام. السؤال 54، نظم الإدارات العليا التي تخدم المستوى الاستراتيجي، تنبؤات، اتجاهات المبيعات، تطوير خطة العمليات، تنبؤات الموازنة، من أمثلة على نظم الدعم التنفيذي. أما السؤال 55، نتكلم من نظم التعاملات أو المعاملات التجارية في المنظمة. لاحظ نتكلم عن إيش إحنا هنا؟ كل ما سبق، نظم المبيعات والتسويق والموارد البشرية، نظم التصنيع والإنتاج، نظم التمويل والمحاسبة، نظم أخرى تعتمد على اللي هو طبيعة عمل المنظمة وتخصصاتها. فمثلا يعني نيجي نتكلم مثلا الجامعة ايش هي وظائفها، القبول، سجلات المساقات، شؤون الخريجين وما شابه ذلك. السؤال 56، تعمل نظم معالجة التعاملات الرئيسية على معالجة البيانات التي تقدم توصيفات لتعاملات الأعمال وعلى تحديث قواعد بيانات المنظمة ومن أهم أنشطتها الرئيسية إدخال البيانات ومعالجة التعاملات وصيانة قواعد البيانات وإنتاج وتوليد التقارير ومعالجة الاستعلام. لاحظ كل هذه بنود إيش مالها؟ يعني بنلاحظ أن العديد من نظم التعاملات بتسمح للمستخدم مثلا من استخدام الإنترنت وتصفحات الويب أو لغات إدارة واستعلام قواعد البيانات لغرض توجيه الاستفسارات واستلام الردود. واضح؟ ننتقل إلى السؤال 57، من نظم الإسناد الإداري. بنتكلم كل ما سبق، نظم المكتب ودعم القرار، نظم المعلومات الإدارية ونظم العمل المعرفي، ونظم عدم اللي هو التنفيذي دعم التنفيذيين.
فأنا بقول الإجابة كل ما سبق. السؤال 58 تتعلق نظم وظائف، نظم اللي هو المكتب ووظائف المعالجة الحاسوبية للكلمات ونظام الناشر المكتبي ومعالجة البيانات. فدام لقينا كلمة نظام الناشر المكتبي ومعالجة البيانات ووظائف معالجة حاسوبية للكلمات، بنتكلم عن نظم المكتب. ننتقل إلى السؤال 59 تتعلق بإدارة كل ما يتعلق بالمعرفة. لاحظ ايش بيقول لي؟ معرفة. فأنا بدي أدور على ما يتعلق بالمعرفة اللي هو من الحصول عليها وتنظيمها ومعالجتها. هذا بنسميه ايش؟ اللي هو نظم العمل المعرفي، لأنه هو كاتب لي كل ما يتعلق بالمعرفة، وكذلك أيضا بيشمل هو عملية تخزينها. ننتقل إلى السؤال 60 تتولى نظم المعلومات الإدارية توفير التقارير المعلومات لإدارة الوسطى. وين في إدارة وسطى؟ اتخاذ القرارات الروتينية مثل تحديد المبيعات والتكاليف وتقرير يومية عن أداء المعاملين. نتكلم عن نظم المعلومات الإدارية. 61 تتولى اللي هو نظم الدعم التنفيذي توفير معلومات لدعم عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية مثل تقارير عن التنبؤات باتجاهات المبيعات والأوضاع الاقتصادية المنافسة الاتجاهات المستقبلية للطلب. نظم الدعم التنفيذي. أما السؤال 62 والأخير تقدم نظم دعم القرار الدعم للإدارة العليا لمساعدتها في اتخاذ القرار وحل المشكلات من خلال توفير مجموعة من البدائل تترك لمتخذ القرار حرية اختيار البديل الأفضل من بينها. في الختام نشكركم على كرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.